لك حيل. شو في اخد خطيفه حدا بوشيش وبيك بتولول هيك يا سلامي وبتزلغط ولك. واخيرا 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 الدوله رح تمشي قرار منع التدخين بالاماكن العامه. شو تمشي شو؟ قرار منع التدخين بالاماكن العامه. شو يعني انا هلا بطل فيني دخن اذا بظهر؟ ايه مزبوط. ورح تدفع 50,000 ليره لبناني ضبط اذا كمشوك عم بتدخن. ولك الدوله عم تنتبه على صحتك. حتوقف دخان؟ لا رح وقف ظهرات. شو بك يا زلمة معقول راسك انت؟ شو بك؟ انت اساسا بتعرف كل سيجارة قديش فيها سم؟ لك اي سم واي بلوط بتحكيني بالسم؟ انت عارف كل ظهرة شو فيها سم؟ بتطلع بسيارتك بيجيك سم الجوار، بيجيك سم شو يا حبيبي التلوث، بيجيك سم البنزين، بتفوت على المطعم بتاكل بتتسمم، هيدا كله سم يا حبيبي، بيجيك سم يا حبيبي غلا المعيشة، بيجيك سم ما فيك تشتري شيء، هيدا كله مش سم؟ بتفوت على البيت، بيجيك سم الانترنت، سم مقصودة المدارس، المي اللي على السطح بتنزل فيها سم، بيجيك سم فاتورة الكهرباء، فاتورة التليفون، هيدا مش سم؟ واخر شيء بتشو توقف مرتك قبالك بتقلك شو يا حيوان بطل معك مصاري؟ معك سيجارة؟